إحدى الأشياء المهمة ثقافة التعايش، أن تكون عندنا ثقافة التعايش، أن ننشر في المجتمع ثقافة التعايش، حتى إذا اكو اختلاف في الأذواق، اختلاف الأذواق طبيعي، اخوان في بيت واحد اذواقهم مختلفه. توامان اذواقهم مختلفه. شايفين بعض التوائم؟ اذواقهم مختلفه. قد يكون كذلك يعني. اختلاف الاذواق طبيعي. ولكن اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. أن تكون عندنا ثقافة التعايش أن ننشر في المجتمع ثقافة التعايش أن نحاول إذا شب هنالك حريق في المجتمع أن نحاول إطفاء هذا الحريق حتى إذا عندكم نزاع في الغرفة المغلقة قعدوا واحد لا يدول خلاف اكو بين زوج وزوجة قعدوا وحدكم بالغرفة حلوا خلافكم اما انه دخلوا العشيرة والاب والام والعائلة مو هذه منهجية صحيحة تدويل الخلافات قضية خطرة تخرج من ايدنا اكو افراد يغذون الخلافات الاجتماعية يكونون حطب للخلافات الاجتماعية حتى إذا أكو اختلاف الآن مو وقت الآن في مرحلة التحول أمام هذه التحديات الكبرى الأعداء المتربصون الذين شعارهم لا تبقوا لهم عامر دار ولا طالب ثار ولا نافخ نار إبادة كاملة شفتوا في قضية الكاظمية منطقهم ومنهجهم عامر الدار يعني الرجال نافخ النار يعني النساء طالب الثار يعني الأطفال هذا منطق الحروب العشائرية القديمة إبادة الشام الآن موقف <applause>